السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم محمد من قناة شروحات للمعلومات في حلقة جديدة، والتي سنتعرف إن شاء الله من خلالها كيف تقوم بفك الحظر على روابط مدونتك أو روابط موقع الخاص بك أو أي موقع تقوم بتشغيله، خاصة الموقع الخاص بك والذي تقوم بنشر بعض المنشورات على حسابك على الفيسبوك، وتم حظرك إن شاء الله. في هذا الدرس سأريك حل هذه المشكلة. قبل أن نقوم بشرح الطريقة، المرجو من الإخوان والزوار الجدد الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب، وكذلك النقر على زر لايك لصفحتنا على الفيسبوك. جميع الدروس المتعلقة بالتقنية إن شاء الله تجدها، إن شاء الله يتم نشرها على صفحتنا على الفيسبوك. جيد، الآن لنمر إلى شرح الطريقة. فكما نعلم جميعا فهناك طريقتان، إن شاء الله سأضع لك الروابط أسفل الفيديو. هنا الموقع الأول، وكذلك هنا الموقع الثاني الخاص بالحلول الخاصة بالفيسبوك أو مساعدة الفيسبوك. جيد، الآن سنقوم بشرح الطريقة. فكما نعلم جميعا فالعديد منا يتوفر على موقع إلكتروني، مثلا مثلي أنا كما تلاحظ هذا هو الموقع الإلكتروني الخاص بي، وتم قبوله في أدسنس لمدة قصيرة، تقريبا لمدة كما 3 أيام من الآن، فتم إضافة الإعلانات على الموقع الإلكتروني الخاص بي. فكما تلاحظ معي فالعديد منا يتوفر على موقع إلكتروني أو مدونة أو شيء من هذا القبيل، فعندما يقوم بنشر الروابط الخاصة به على صفحتي على الفيسبوك يتم حظر روابطه أو يتم إلغاء أو منعه من نشر على حسابه على الفيسبوك، وبعد ذلك يتم حظر الرابط الخاص به أو شيء من هذا القبيل. فللإشارة فقط، فأخي الكريم، فعندما تقوم بالنشر بطريقة عشوائية أو بطريقة هستيرية، فمثلا تقوم بنشر مثلا رابط خاص بموقعك الإلكتروني في بعض الصفحات أو بعض المجموعات بطريقة هستيرية، أي أنك تقوم بنشر العديد من الروابط على تلك الصفحات أو على تلك المجموعات، أو تقوم باستخدام بعض البرامج الغير آمنة أو الغير مقبولة على حساب الفيسبوك. فعندما تقوم بنشر بتلك البرامج بطريقة هستيرية يتم حظر الروابط الخاص بك، وبذلك تكون قد قمت باستغناء عن بعض الزوار الذين يقومون بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بك من خلال حسابك على الفيسبوك أو من خلال صفحتك على الفيسبوك، وبذلك تقوم الفيسبوك بحظر الرابط الخاص بك. كما وكذلك هناك بعض الإخوان يستخدمون بعض الأشياء التي غير مقبولة على حساب الفيسبوك، مثلا تقوم باستخدام بعض الروابط المحظورة كالروابط الربحية، فعندما تقوم باستخدامها على الصفحات الفيسبوك يتم حظر الروابط أو غيرها من الأشياء. لكن ما يهمنا في هذا الموضوع فهو إذا كان لديك رابط خاص بمدونة أو موقعك الإلكتروني تم حظره من خلال حساب الفيسبوك من النشر على حسابات الفيسبوك أو من خلال النشر من صفحتك على الفيسبوك، وتريد أن تقوم بفك هذا الحظر بطريقة سليمة جدا باستخدام هذا الطريقة أو هذا النموذج لكي تقوم بمراسلة الفيسبوك حتى يقومون بإزالة الحظر، سأريك طريقتان. الطريقة الأولى كما تلاحظ معي هنا، يمكنك أن تقوم بإضافة رابط المدونة الخاص بك أو موقعك الإلكتروني هنا، وهنا تقوم بتحديد المشكل، وهنا تقوم بوضع كما قلت تقوم بوضع رسالة أو وصف لكي يتم فك هذا الحظر. هذا هو الوصف، أضع لك إن شاء الله رابط أسفل الفيديو. جيد، وهذا النموذج أيضا عملية الحظر في الفيسبوك. فمثلا أنت تعرضت لحظر مثلا من خلال روابط الخاصة بك، أو تم حظر رابط خاص بصفحتك أو شيء من هذا القبيل. قم بكتابة المشكل هنا، يرجو تفسير سبب اعتقادك أنه خطأ. قم بكتابة المشكل هنا وقم بإضافة السبب أو الرابط الذي تم حظره. فمثلا تقوم بإضافة هذا الوصف، تقوم بإضافة هذا الوصف هنا، ثم بعد ذلك تقوم
اتباعه بمثلا رابط الموقع الخاص بك على هذا الشكل، تقوم بإضافته هنا، وبعد ذلك هنا تقوم بإضافة مثلا رابط الخاص بصفحتك على الفيسبوك، مثلا هذا رابط خاص بصفحتك على الفيسبوك، قم بإضافته أيضا حتى يعرفون المشكل. وكذلك إذا كان هناك لديك رابط تم حظره وتريد أن تقوم بنشره يمكنك أن تقوم بإضافته، ولكن قم بتفسير المشكل، لماذا تم حظر هذا الرابط؟ مثلا لأن قمت بنشره عديد من المرات، وبعد ذلك قم بعملية الإرسال. فأنا ليس لدي حظر أو شيء من هذا القبيل حتى أقوم بعملية الإرسال، لكن أنا أريد أن أقوم بشرح لكم الطريقة. أما بالنسبة لهذا النموذج الذي يهمنا في هذه الحلقة، هذا النموذج هو الذي يهمنا في هذه الحلقة، موقع ويب أو محتوى تم حظره. كما تلاحظ هنا موقع ويب أي الموقع الإلكتروني الخاص بك، فمثلا أنا موقع إلكتروني الخاص بي، فأنا أقوم بنشر العديد من المواضيع على صفحتي على الفيسبوك. مثلا هذا الموضوع قمت بنشره على صفحتي على الفيسبوك ولم يتم حظري أو شيء من هذا القبيل. نفس الشيء هنا، هنا لدي العديد من الروابط قمت بنشرهم، لكن لا كما قلت لم أتلقى أي حظر، لكن هناك بعض الروابط يتم حظرها، مثلا الروابط الخاصة بالبلوجر. فمثلا سأريك طريقة، فمثلا سنقوم بفتح البلوجر الخاص بنا، مثلا نقوم بالذهاب إلى البلوجر. بعد الدخول إلى البلوجر الخاص بنا سأريكم الطريقة. فأنا لدي بعض الروابط عندما أقوم بنشرها الخاصة بالبلوجر يتم سأجد مشكل في عملية النشر. لننتظر قليلا حتى يفتح معنا. جيد، كما تلاحظون بعض المواضيع الخاصة بي، مثلا سأقوم بنشر هذا الرابط، أقوم بتحميل الرابط من خلال العرض، ثم أتوجه إلى صفحتي على الفيسبوك، ثم أقوم بكتابة شيء. أقوم بإضافة الرابط على هذا الشكل كما تلاحظ معي هنا، نقوم بحذفه ثم نقوم بإعادته مرة أخرى على هذا الشكل كما تلاحظ معي الآن. مثلا سنقوم بكتابة وصف، هذا الوصف الخاص بي، سأقوم بتحميل العنوان على هذا الشكل، أقوم بكنترول سي، ثم أتوجه إلى صفحتي على الفيسبوك مثلا هنا، أقوم بإضافة العنوان على هذا الشكل، ثم نقوم بعملية النشر، ثم ننتظر قليلا وستلاحظون المشكل. كما تلاحظون لا يمكنك نشر هذا المحتوى لأنه يحتوي على رابط محظور. كما تلاحظ معي هذا هو الرابط المحظور، سنقوم بتحميله الخاص بمدونتي، سنقوم بغلق، ثم بعد ذلك هنا سنقوم بالخروج على هذا الشكل، ثم نقوم بالعودة إلى المحتوى الذي نريد أن نقوم به. كما تلاحظ هنا يبدو أنك تحاول ترويج موقع ويب أو محتوى لا يستوفي بشروط إعلان الفيسبوك. كما تلاحظ هنا فعندما تقوم بمحاولة نشر بعض الروابط، فأما أنك تريد أن تقوم بجلب زوار لموقعك أو تريد أن تقوم بنشر روابط غير آمنة كما تلاحظ، أو أنك تستخدم بعض الروابط لاستفزاز أو تقوم باستخدام إلى أي شيء، لكن للإشارة فقط. فبالنسبة للموقع الخاص بك فيمكنك أن تقوم، فمثلا هنا فأنا هذا الرابط الخاص بموقعي تم حظره، سنقوم بإضافته على هذا الشكل، أو نتوجه إلى البلوجر الخاص بنا، نقوم بإضافة الرابط من هنا، نقوم بإضافته عفوا، سنقوم بجلب الرابط الخاص بالمدونة الخاصة بنا، نقوم بإضافته هنا بالنقل هنا على بيست. جيد، إلى أي شيء يؤدي الرابط. كما تلاحظ هنا ستختار أي شيء، هنا هذا الموقع أمريكو ورويجه، كنت أحاول مشاركة هذا الرابط فقط غير ذلك، سنختار هذا الخيار. كما تلاحظ هذا موقع أمريكو ورويجه. جيد، الآن سنقوم بإضافة الوصف على هذا الشكل، تقوم بإضافة الوصف هنا كما تلاحظ معي هنا، وبعد ذلك سنقوم بعملية الإرسال، ثم ننتظر حتى يتم معالجة الأمر أو يتم إرسال الرابط إلى
كما تلاحظ تم تقديم النموذج بنجاح. شكرا للتواصل مع الفيسبوك، ستصلك رسالة بالبريد الإلكتروني منا للرد على طلبك بعد قليل، ثم نقول على موافق، وبعد ذلك سوف ننتظر حتى يتم. كما تلاحظ هنا شكرا على الاتصال بفريق الفيسبوك، يجب أن تتلقى ردا للبريد الإلكتروني قريبا، يجب أن ترد على هذا البريد إن تمتلك مساعدته. جيد، الآن سنقوم بالتوجه إلى الجيميل الخاص بنا. جيد، بعد أن قمنا بمراسلة الفيسبوك تم إرسال هذه الرسالة، سنقوم بالدخول إليها. مرحبا، شكرا لقضاء بعض الوقت في إرسال هذا البلاغ، بالرغم من أننا لا نوفر دعما فرديا لهذا المشكل، ستساعدنا هذه المعلومات في تحديد المشكلات على مواقعنا للحصول على إجابات عن أسئلة شائعة. يمكنك أن تقوم بالتوجه إلى هذا الرابط. كما قلت تم الآن موافقة على الطلب، ريتما ننتظر ريتما يتم الرد إن شاء الله بالرد إيجابي حتى نتمكن من الحضور على الرابط الخاص بنا أو الخاص بمدونتنا. إلى هنا أكون قد انتهيت من هذا الموضوع. المرجو إن أعجبتكم الحلقة لا تنسوا دائما أن نقر على زر لايك لصفحتنا على الفيسبوك. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.